فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل بالنسبة للإمام أن ينتظر في بيته إلى وقت إقامة الصلاة إذا كان يسكن بجوار المسجد، أم أن الأفضل له أن يبكر كغيره؟ لا داعي لتبكيره، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، اللي ينتظر هو اللي يبكر للمسجد، أما الذي ينتظر فيذهب عند الإقامة، عند إقامة الصلاة، ويذكر الله ويصلي في بيته، يعمر بيته بذكر الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.